بيان سور استعدينا مزيان وتقاتلنا في لونطريمون مع الاساتذه ديالنا ووجدنا مزيان الحمد لله. كانت منافسه قويه مع اجود العداءات في المغرب، بيان سور غادي تكون منافسه قويه وصافي. وواحد الحاجه اللي كتشرفنا بزاف وكتشرف مدينه مراكش والنادي ديالنا اتليتيك مراكش حتى هو، وان شاء الله غادي نمثل المغرب احسن تمثيل في بطولات العالم ان شاء الله. حضرت اليوم في مدينه اسفي، ف علاش حضرت لي البطوله المدرسيه؟ لان شيء مهم جدا، لان عندي واحد العلاقه بالنظام المدرسي الرياضي لان جيت منه. كيف قلت لبعض الصحافه اصدقائكم من قبل، انا والمتوكيل ابراهيم بوطياب خالد السكاح كنا جينا من نظام مدرسي، فلهذا هنا كنشوفوا عده مواهب كخاصه الا اللي خاصها تطور مزيان باش ان شاء الله من يكبروا شويه. انا ذاك كاينه عندنا جامعه رائعه جدا اللي ممكن تعدهم باش يكونوا ابطال اولمبيين وابطال العالم ان شاء الله. خلينا نقول بان التنظيم دائما التنظيم المدرسي تنظيم رائع جدا، كما شاهدنا كل شيء موجود في هذه البطوله. فلهذا انا كنشكر كل المنظمين اللي نظموا لنا بهذه الطريقه رائعه جدا. كتبان والله العظيم كتبان بحال شي بطوله عالم صغيره، لان كل شيء كان منظم رائع جدا، وهذا ماشي صعيب على الاطر ديال التعليم في التنظيم، وحتى الجامعه الملكيه المغربيه اللي العاب قوتها هي كتنظم، ملي كتكون البطولات قويتها هي كتنظم ممتاز. فنحن محظوظين كالعاب القوه كننظموا مزيان، كنعرفوا ننظموا، وبالخصوص نظمناها في مدينه اسفي لان مدينه اسفي معروفه بكثير بابطالها رائعين مميزين، وهذه المدينه جميله جدا بطبيعه الحال، وانا سعيد جدا بتواجدي وجيت باش نحضر لهذه البطوله. شوف هاد الوليدات كلهم مازالين صغار في السن، وكما قلت اليوم شفنا عده مواهب، هاد المواهب كتبقى الان في يد المدربين ديالهم باش يطوروهم مزيان، فمن غيطوروا غيكبروا شويه بطبيعه الحال. هناك جامعه غادي تتكلف بهم، جامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى غادي تتكلف بهم باش تعدهم باش يكونوا حتى هما في المستقبل ان شاء الله ابطال اولمبيين او ابطال العالم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.